ونحن نتحدث عن إشكالية خروج روسيا من نظام سويفت تقع مع ألمانيا. سننتقل ونتحول سريعا إلى الزميل عربي مرزوق في ألمانيا وتحديدا في برلين. عربي، قبل أن نتحدث على نظام سويفت وخروج روسيا من نظام سويفت، دعني أقف معك عند هذا الخبر الأحدث المتعلق بألمانيا، أن برلين بصدد إرسال 400 قذيفة RBG إلى أوكرانيا عن طريق دولة ثالثة. هل لديك تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ الحقيقة ندى، كل المعلومات اللي دايما بنخرج بيها هنا على شاشة إكسترا نيوز من ألمانيا في فترة الظهيرة تحديدا تتحقق في نهاية اليوم. كل هذه الكلمات تكلمنا فيها الحقيقة في مداخلة الظهيرة أن ألمانيا تفكر جديا، هناك تسريبات أن ألمانيا سوف يعني تعطي أسلحة إلى الجانب الأوكراني على الرغم من رفض المستشار الألماني أولاف شولز وقبله المستشارة الألمانية السابقة إنجيلا ميركل، وكانوا رافضين تماما إعطاء الجانب الأوكراني أي أسلحة فتاكة خلال الفترة الماضية، يعني أملا في استمرار باب الحوار مع الجانب الروسي بأننا لن نعطي أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا حتى يستمر باب الحوار مفتوح ومنع أي حرب. حقيقة يعني عن طريق دولة ثالثة، حتى الآن لم يتم تسمية هذه الدولة، لأن الخبر جديد تماما أن ألمانيا سوف يعني حتى من الممكن حسب التحليلات أن يكون حتى هذا تحايل من ألمانيا، ألمانيا سوف تعطي هذه الأسلحة إلى دولة ثالثة ربما بولندا، وبولندا سوف تسلمها إلى أوكرانيا بما أن بولندا شريك في حلف الناتو وفي الاتحاد الأوروبي أيضا، وده المرجح تحديدا أن بولندا ممكن هي اللي تسلم الأسلحة، لأن تحديدا في النهاردة من المفترض اجتماع بين المستشار الألماني أولاف شولز ورئيس بولندا وأيضا ليتوانيا بما أنهم أعضاء في حلف الناتو، وكانت ألمانيا أعلنت تحديدا أنها ترسل للاتفيا ولبولندا قوات من الجيش الألماني للاستطلاع تبع حلف. رئيس الوزراء البولندي موجود في برلين عربي، وربما ذكر وصرح بأن الدول الغربية لا يجب أن تكون أنانية فيما يتعلق بإخراج روسيا من نظام سويفت، وكان ربما ذكر أيضا أن ألمانيا هي جزء من هذه الدول الغربية. هل هناك أي تفكير من قبل ألمانيا المترددة في هذه الأيام حول إخراج روسيا من هذا النظام؟ الحقيقة الساعة يعني الساعة 5:30 تحديدا قبل الهواء الخاص بنا هنا، كانت هناك تسريبات من البرلمان الألماني البوندستاغ وأيضا الدوائر السياسية الألمانية أن ألمانيا تعيد التفكير الآن بالفعل في الموافقة على خروج على إخراج روسيا من نظام سويفت العالمي لتبادل البيانات بين البنوك، لأن ألمانيا كانت الدولة الوحيدة الآن المتبقية المتشددة في هذا الأمر بعدم استخدام هذا السلاح الآن، لأن ألمانيا تعتبر سلاح نووي مالي في الأساس إخراج روسيا من هذا الأمر. كانت ألمانيا والمجر وأيضا إيطاليا رئيس وزراء إيطاليا أنطونيو دراجي، ده رجل خبير مالي في الاتحاد الأوروبي، وكان من وجهة نظره يتم إرجاء هذا القرار قليلا، ولكن إيطاليا في الآخر في النهاية صباح اليوم قالت ليس لديها مانع، والمجر أيضا نحن منفتحون على هذا الأمر، وكانت ألمانيا هي الدولة الوحيدة الباقية. يعني وفي النهاية لا يجوز أن تظل الدولة القوية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي هي التي ترفض مثل هذا القرار، لذلك تراجعت الآن الحكومة الألمانية ربما عن القرارين التي تمسكت بهم، سويفت والسلاح إلى أوكرانيا. سلاح الأوكرانيا سوف يتم تصديره الآن، بعض الأسلحة والآن نظام سويفت، يعني ربما توقعاتي أنا شخصية وتوقعات المحللين مساء اليوم سوف يكون هناك إعلان من الجانب الألماني أنهم موافقين على خروج روسيا طيب من نظام سويفت المالي. طيب عربي، يعني بحسب يعني بقراءة أكثر شمولا للمشهد بخروج روسيا من نظام سويفت المالي، أيضا كما تفضلت أنت أيضا وذكرت سوف يتضرر الجانب الغربي ودول أوروبا بشكل عام، إعلان كما قلت أو توقعاتك بأن يخرج اليوم أو مساء اليوم قرار بالموافقة على خروج روسيا من نظام سويفت، هل ثمت بدائل ربما وضعها الجانب الغربي وألمانيا تحديدا، خاصة وأنها كانت من أكثر المعارضين على هذا القرار؟ ما هي البدائل؟ ماذا يدور في الأفاق؟ هل ثمت خطة بديلة وضعت على الطاولة أمام أولف شولتز لتخطي هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن؟ وسؤالي لك تاني عربي متعلق بالغاز، حالة أوقفت ألمانيا التعامل لأن ألمانيا تعلق الآن دخول أو تأييد نورد ستريم 2، حالة أوقفت ألمانيا التعامل فيما يتعلق بنورد ستريم 2، ما هو البديل أمام ألمانيا؟
الحقيقه نادى السؤالين مرتبطين ببعضهم جدا، نظام سويفت ونورد ستريم 2، مشروع نورد ستريم 2 لتحويل الغاز الروسي الى هنا. الحقيقه الازمه كمان ان المانيا بخصوص نظام سويفت، ان المانيا كانت معترضه على خروج روسيا من نظام سويفت لان المانيا تستورد العديد من المواد الخام من الجانب الروسي والمجر وايطاليا ايضا، يعني مواد خام كثيره جدا تاتي من روسيا. اذا تم خروج روسيا من نظام سويفت سوف تتوقف المعاملات الماليه. ايضا هناك شركات روسيا كثيره جدا على الاراضي الروسيه اقترضت الكثير من الاموال بل المليارات من البنوك الالمانيه، واذا توقف هذا النظام لن تستطيع هذه البنوك يعني تسديد او الشركات الروسيه تسديد هذه الاموال الى الجانب الالماني. المانيا ايضا خائفه على هذه الاموال، ولكن في النهايه الدماء التي يعني تسيل الان في اوكرانيا هي يعني هو الحكم الوحيد للاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي تغاضى عن كل ذلك وقال على المانيا ان تمتثل هذه القرارات وان تكون لنا كلمه واحده بهذا الخصوص. ايضا من يعني الحقيقه نادى ما فيش اي بدائل، يعني لحد دلوقتي يعني الهجوم او العمليات العسكريه الروسيه على الاراضي الاوكرانيه كانت سريعه جدا خلال يومين. الاتحاد الاوروبي الان في اجتماعات مع الجانب الامريكي وباقي الدول الاوروبيه لوضع خطط، ومعظم الاتصالات التي تتم بين القاده نحن نعرف منها سواء وسائل الاعلام فقط ربما 1% فقط من المعلومات التي تدور في الغرف السريه حتى الان. لا احد يعلم حتى الان ما هي البدائل للمواد الخام التي تاتي من روسيا الى المانيا. ولكن بخصوص الغاز تحديدا ومشروع نورد ستريم 2 هناك بدائل على سبيل المثال مطروحه ان الولايات المتحده الامريكيه سوف تمد الاتحاد الاوروبي بثلاث ناقلات من الغاز المسال يوميا لتعويض هذا الفاقد اذا توقفت. يعني لحد دلوقتي يعني المعلومه المهمه ان نورد ستريم 1 يعني ما زال يعمل، الجانب الروسي ما زال يضخ الغاز عن طريق نورد ستريم 1 بسرعه تقريبا وصلت ل 1.7 مليار كيلو وات في الساعه تحديدا منذ بدايه هذا العام. ولكن التخوف الاساسي هنا في الاتحاد الاوروبي ان يقوم الجانب الروسي بناء على العقوبات الاوروبيه من وقف ايضا نورد ستريم 1. اذا توقف نورد ستريم 1 لن يكون هناك غاز، سوف تشل اوروبا وتمنع روسيا الغاز الروسي عن اوروبا الغربيه بشكل كامل. ابقى معي عربي، ساعود اليك مره اخرى. على مشاهدينا الاعزاء نشاهد هذا الرتل العسكري الروسي الذي يدخل الى اقليم الدنباس شرقي اوكرانيا. اذا مشاهدينا ما نراه الان على هذه الصوره هو رتل عسكري روسي باتجاه اقليم دنباس شرقي اوكرانيا. هذا الاقليم هو الحدود الشرقيه لاوكرانيا مع روسيا، ومنذ اليوم الاول من هذه العمليات والقوات العسكريه الروسيه البريه تدخل الى هذا الاقليم، وهذا الاقليم ربما كان مبررا رئيسيا بالنسبه لبوتين للدخول في هذه العمليه العسكريه عندما قال ان الهدف الرئيسي من هذه العمليه العسكريه هي حمايه المدنيين في اقليم دونباس شرقي اوكرانيا. اذا هذه معدات روسيه ثقيله تدخل بريا الى اقليم دونباس شرقي اوكرانيا من او قادمه من الاراضي الروسيه. إذن مشاهدينا نعود مرة أخرى إلى عربي مرزوق مراسلنا من برلين. السؤال الأخير لك عربي، المساعدات الإنسانية التي تنوي ألمانيا تقديمها إلى أوكرانيا هي لا تقتصر فقط ولا تنحصر على مساعدات مالية، لكن هل هناك أي نوايا أي نية من قبل ألمانيا لاستضافة النازحين المدنيين الأوكرانيين؟ ولا يفصل بين أوكرانيا وألمانيا سوى بولندا التي ينزح خلالها هذه الأيام مئات الآلاف من المواطنين الأوكران.
أسر أوكرانية وصل بالفعل مساء الأمس إلى العاصمة الألمانية هنا في برلين تحديدا، وتحديدا في نفس المنطقة، أنا هنا في شمال العاصمة برلين منطقة راينكندورف. المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء هنا في العاصمة الألمانية برلين قال أن الأماكن المتاحة تحديدا في هذه العاصمة للأسر الأوكرانية تقريبا 1300 مكان غرفة متاحة الآن لاستقبالهم في أي وقت. والمكتب الاتحادي للهجرة واللجوء قال أيضا أننا ننتظر المعلومات من الحكومة الاتحادية الألمانية أولاف شولز وباقي الولايات حتى نستطيع بناء أماكن جديدة في أسرع وقت ممكن. باقي الولايات الألمانية بالطبع لها عدة ألاف، لها أيضا هناك مساحات متوفرة أيضا عدة ألاف، وكنا نوهنا أن حتى المواطنين الألمان وتحديدا الجالية الروسية هنا في العاصمة الألمانية برلين كانت قد قالت على وسائل الإعلام الألمانية أن بيوتنا مفتوحة لكل لاجئين أو النازحين الأوكران يعني تضامنا معهم لأنهم رافضين تحديدا ما يحدث على الأراضي الأوكرانية. وحتى المواطن الألماني نفسه عبر وسائل الإعلام الألمانية قام يعني وجه نداء إلى الأوكرانيين، البيوت جميعا هنا مفتوحة حتى تنتهي هذه الأزمة في أسرع وقت ويستطيع الجميع العودة. وهناك توقعات بالفعل أن الجميع سيعود إلى أوكرانيا خلال الفترة القليلة المقبلة، لأن الهدف الروسي حسب الاستخبارات يعني المعلومات الاستخباراتية التي تظهرنا على الصحف الألمانية أن الهدف الروسي الوحيد هو تغيير الحكومة فقط في أوكرانيا وليس احتلال أوكرانيا. نعم، على كل حال أنا بشكرك جزيل الشكر الزميل عربي مرزوق مراسل أكس نيوز من برلين.